بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة، ومع صدق العطاء لكم وكلنا أمل في أن نكون مفاتيح خير، نلتقي معكم في لقاء يتجدد نرجو فيها السداد والتوفيق، ونحن نتطلع إلى الخير والرشاد لوطن سكن قلوبنا في رحلة قرار التغيير. لماذا نسعى للتغيير؟ ولماذا يشغلنا هاجسه؟ وعلى من تقع مسؤولية إنجازه؟ وهل ثمة رافد يكون لنا عونا حتى نحققه؟ والسؤال الأهم، عن أي تغيير نتحدث؟ وأي تغيير نرجو؟ هل هو التغيير إلى الأفضل؟ أم التغيير الذي يرجع بنا إلى الوراء؟ هذه التساؤلات وغيرها هي محاور رحلتنا عبر برنامج قرار التغيير، الذي ستكون لنا فيه وقفات على تجارب الآخرين وعلى معاناة من ظن أنه لا مجال لتجاوز ما ألم به، ولكن بالرغبة والعزيمة على اتخاذ قرار التغيير نال المراد. في رحلة قرار التغيير انتظروني في رمضان، معكم فاطمة زي. But